عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. استكمالا لتعلم اساسيات دارت، هناخد اخر درس النهاردة في الليست معانا. هو هيبقى درس بسيط، احنا كل اللي احنا هنقوله الحاجات اللي ناقصة. هنكمل يعني. عندنا لستة من الفولدرز فيها رقم 10 و19، ونزود عليها كمان 25 مثلا. هناخد ميثودز كمان. ميثودز كمان زي في عندنا حاجة اسمها replace. يعني ايه replace؟ عايز ابدل الحاجات اللي موجودة، العناصر اللي موجودة. بيقول لك اعمل start، ابدأ بstart، هات الstart بتاعتك والend بتاعتك والreplacement. يعني هتبتدي منين؟ هتبتدي منين؟ بيقول لك ابتدي من انا عنصر، ده عنصر 0 1 2 زي ما اتفقنا، يبقى هبتدي من عنصر 0. طيب الend بتاعي، الend بتاعي يبقى منين؟ مثلا دي قد ايه؟ 0 1 2. طب عشان توضحها اكتر خليها دي كمان 50، يبقى 0 1 2 3. هقول له انهي لي التلاتة. طيب انت عايز تبدلها، طب تبدلها بايه؟ عايز ابدلها من العنصر 0 لحد 3، انا هبدل. طيب عايز تخلي العناصر هتبقى ايه؟ العناصر هتبقى بدل ما هي 10 هتبقى 5 مثلا، ال19 هتبقى 15، ال25 هتبقى 35 مثلا. ايه ده يا باشمهندس؟ طب انت ما غيرتش لاخر عنصر. انا اقول لك يا سيدي، مش انا هنا عملت من 0 ل 3؟ يعني المفروض يبدا من هنا من 0 لحد 3. بس هو التلاتة دي النهاية بتاعته، انما مش بغير في النهاية، هو بيغير في اللي قبل النهاية. يعني لما تلاقي replace range وتشوف كلمة end، هو مش بينهي كمان ال end، يعني مش بيعمل اكشن على ال end، بيعمل اكشن على اللي قبل ال end. يعني كأني بالظبط يعني رايح على اللي هيتغير، هيبقى 0 1 2. طيب تعالى كده اما نعمل print عشان نوضح الصورة اكتر، نقول له folders، وتعالى اما نعمل run. ايه اللي حصل؟ خليها لي 5 15 35 و50، ده اللي اتعمل بالظبط. طيب في حاجة تانية، هنشيل ده كده. واخر ميثود معانا هناخدها، احنا شرحنا الريموف في فيديوهات سابقة. طيب انا هعمل برضو نفس ريموف اند بالرينج. الريموف رينج هقول له من 0 لحد 2، وانتوا اللي هتجاوبوا بقى المرة دي. ايه اللي هيحصل؟ انا بقول له من 0 لحد 2، يعني 0 1 2. يبقى اللي هيتلغى قد ايه؟ شطار، اللي هيتلغى الاتنين دول، الزيرو والواحد. الاتنين ده النهاية، انما مش هيعمل اكشن عليه. يبقى لو عملنا رن بقى ايه؟ يتبقى 25 و50. وبكده يبقى احنا خلصنا الليست تماما بإذن الله. لو في اي مشكلة معاك اكتب لي في الكومنتات، او عيد الفيديو اكتر من مرة، او لو في اي حاجة ناقصة في الليست او فيها مشكلة معاك ابعت لي، وانا ان شاء الله هنشوف لها طريقة. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.